السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعينا الكرام، مرحبا بكم في قناة ديالي الطبخ الصحي. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم واحد الوصفة جد جد رائعة بالخضر جد طرية والفواكه، يعني مني غتجربوها غتعجبكم وغتبقاوش تستغناو عليها، بالخصوص أن فيها خضر طرية، القرعة الحمراء والجزر والبربة ما مسلوقينش، يعني خضر هانتوما غير كنحكم، والعصير البرتقال شوفوا كيف كيجي غزال، يستحق تجربة. ومع ان الاطفال غادي ياكلوه بلا ما يحسوا بانه كياكلوه القرع الاحمر، لانه مفيد وغني بالفيتامينات والالياف، يعني هاد الوصفة غنستافدوا بالالياف وبكل شيء لها. وصفة جد رائعة تستحق تجربة، وانا نسمتها بشوية ديال الزهر والقرفة، وانتوما لكم الاختيار. وبدون سكر، الان هو ما يكونش سكر باش ما نضيعوش المواد اللي في هاد الخضر هذه والفواكه، تبقى على طبيعتها مادام كنقولوا طبيعي خصنا يكون. واللي كيبغي يحليها يدير شويه ديال العسل ولا درس عسل ديال التمر، حتى هو كيحلي كيجي زوين. وندوزو دابا غنوريكم الطريقه ديال التحضير، انتم معايا. عندي هنايا القرعة الحمراء والجزر، البربة، البرتقال، هذه يعني ما بين الخضر وفواكه مخلطة كتجي غزالة. القرعة الحمراء راها الفوائد ديالها راكم كلكم عارفينها، لا البربة ولا الجزر ولا البرتقال، يعني ما شاء الله غنيين ومفيدين، وهذا هما الوقت ديالهم، هذا هما الوقت ديالهم باش نستافدوا منهم. دابا غسلتهم غندوز نقيهم ونحكهم. انا جبت نقيتهم، دابا غنحكهم. هادي الحكاكه عند فيها ثلاثة ديال الجهات، ديك المتوسطه فيها غتبداو تحكو، والتين خلاص البرتقال حتى نعصرو هذاك بوحدو. المهم هادو غنحكهم دابا، انا غنحكهم نتوما معايا. هذا الطريف ديال القرعة الحمراء، هانتوما كتشوفو حيدتلو القشرة وكنحكو، ما كيجيش باين، صدقوني صدقوني غير جربوه، راه ما غتندموش على هاد العصير. الباربا ولا كلشي كلشي فيه يعني مفيد. انا غنستمر بالحكان ديال هاد الخضر ورجع معكم. انا هنا حكيتهم البربة الجزر القرعة الحمراء، انتما تبارك الله. غنسمها بشويه ديال القرفه، ندير واحد نص معلقه صغيره، كتعجبني المذاق ديال القرفه. وغنزيد ما زهر ديال الدار، هاتو تبارك الله الريحة طالعة فيها غزالة، يعني ما كاينش محسن بالحاجة اللي كتكون مصاوبة في الدار. هنايا عصير ديال البرتقال القياس اللي بغيتو، هادشي ما فيش مقادير، اللي اهم هو انه طبيعي وبدون سكر. نخلطو بالاضافه اللي بغيت نقول لكم، الا بغيتو تزيدوا فيه قطع ديال الديسير زيدوهم بحال البنان ولا الفريز، الفريز كيجي معاه غزال، الفريز ولا المشماش قطعوا طريفات صغار وزيدوهم. هذا تاخذوهم بلا بدون يعني، واخا بوحدهم هكذا مع ديك الربعه ولا في الصباح مع العشرة ولا الحداش قبل الماكله، لان فيه خضر وفيه فواكه، الأحسن ناكلوهم قبل الماكلة ولا في الوقيتة ديال العشية كتبردو بيهم. أنا جبت الكؤوس ديالي ودابا غنعمرهم. كنخلطو مزيان باش يتجانس
بسم الله. ويعني سريعة تحضر دغيا دغيا. ناخذ شويه الزبيب، انا قلت لكم اللي بغيتو تضيفوه ليه ضيفوه ليه، لانه بدين السكر كل ما زدتو فواكه جافه ولا شي حاجه الدراري كيبغيوه. هنا كتلعبوا غير على المذاق باش وليداتكم غياكلوا شي حاجه اللي صحيه باش يتفاداو الاشياء الاخرى ديال السمنه. وها هو ده العصر ديالنا، وجدناه. هانتوما كيف كتجي تشوفوا كيف كيجي غزال لذيذ، ريحة القرفة والزهر طالعة منه زوينة. نتمنى ينال إعجابكم وغير جربوه بالصحة والراحة، ونتلاقاو فيديو آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمتم في رعاية الله.